السلام عليكم، يعطيكم الف عافية دكتور أثر. سؤال بهذا الفيديو راح نحكي عن السي بي اس باثولوجي بشكل عام، وراح احكي فيه اكثر عن دورتي انا وشو راح اقدم لكم ان شاء الله في هذا السيستم. هلا بشكل عام السي بي اس باثولوجي اللي حضرتكم اياها دكتور دعاء، دكتورة جدا متعاونة وبصراحة بتسهل يعني الحياة بشكل عام. السلايدات كثير اسهل، يعني انتوا اخذتوا 9 محاضرات، هلا احنا اخذنا 11 محاضرة من دحشات، فالحمد لله يعني هذا الشيء كثير لطيف بالنسبة لكم. هلا بالنسبه لانا شو راح اقدم لكم ان شاء الله، راح اشرح لكم بحث هذا السيستم بدوره شامله ان شاء الله، تفريغ الدكتوره بكل شيء بتحكيه، ترجمه مسترجمه كله راح احكي لكم اياه، راح احكي لكم اي شيء هي بتلمح عليه انه هذا مهم، هذا جاي امتحان، هذا هي بتحبه وهيك. برضه كمان ان شاء الله اكيد الشرح راح يكون بناء على حكيها، حتى ما تضطروا ترجعوا لاي ريكورد ولا اي شيء يعني ولا اي تفريغ، فانا راح اعطيكم التفريغ والشرح جاهزين ان شاء الله. وبرضه معانا راح احط لكم ان شاء الله، هنزل لكم اسئله نفس اسئله يعني نفس نمط اسئله الدكتوره. الدكتوره غاده كل اسئله تقريبا كاسات، بس الكاسات ما بتخوف يعني، بتكون هي اساسا لمحت عليهم بالمحاضره او كاسات سهله بصراحه يعني، انا وين صدقا هي ما بتصعب الحياه. فراح احط لكم كمان ان شاء الله اسئله زي فنعين سريعا ان شاء الله. الدوره راح تكون شامله تفريغ شرح زي يعني على زي ما تحكوا على حكيها عشان ما تضطروا تسمعوا الكذاب. برضو كمان ان شاء الله رح يكون شامل اسئله زي اسئلتها واي شيء هي بتنبه عليه، انا ان شاء الله كله رح اجمع واحكي لكم هي اسئله الامتحان تفضل، مش هيك يعني، بس انا قصدي انه كثير هي بتلمح اسئله الامتحان، فانا هجمع لكم كل تلميحاتها ان شاء الله. تمام، دوره كالعاده سريعه 10 تلاميذ ان شاء الله، حاليا امتحان مصادر الادب بالتوفيق ان شاء الله في السي بي اس. انا حاساكم كلكم شو بتفايتوا توترين او السيستم، بس انتوا قدها. اي استشاره اي حد بده يعيط اي حد بده مساعده انا متاحه على الماسنجر، ما تترددوا تبعتولي ابدا. وبالتوفيق لكم يا رب، السلام عليكم.